بونسواغ ميشيخ كوليك بونسواغ ميشيخ زلاف اوردوي جو بريزونت ان نوفال ايميسيون دو نوترو بروجرام تليفيزي كايرودار اعزائي الطلبه اعزائي موجهي اللغه الفرنسيه نقدم لكم اليوم حلقه خاصه بالنسبه لامتحانات اللغه الفرنسيه النهارده بقدم لكم توروازيك زامان ثلاث امتحانات كموديل كم كنموذج لامتحان فعلي لاخر العام عاوز كل طالب وكل طالب يا جماعة يركز معايا في كل كلمة بعد أنا عاوز كل واحد يتخيل إن ده امتحان آخر السنة إحنا قدمنا قبل كده حلقات ماضية بتتكلم على الجرامير بتتكلم على الدوكومون بتتكلم على اللي هو الفورماسيون الجزء الأخير طيب أنا عاوز الطالب إحنا قلنا الكارونت الكارونت نوت أو الكارونت بوا أعمل فيهم إيه الأربعين درجة دول طبعا احنا اتفقنا خمسين مره الاول بنتكلم على الدوكومون الوثيقه ايه الوثيقه بتتكون من 10 درجات بيجي لي سؤال يا اما فري وفو يا اما شوازي اختياري يا اما الجزء الثالث اللي هو عباره عن اللي هو ممكن اقول لك كي بي ديغ سيف غاز دابريل مين يقول الجمل طبقا للوثيقه او عباره عن ريبون كيستيون اجب على الاسئله ولكن الشكل الفورم العام دلوقتي حاليا بقى ايه؟ بقى كله شوازي ثم الجزء الثاني اللي هو فري وفو الجزء الثاني اللي هو في الامتحان اللي هو كاتري بوان اللي هو اربع درجات على الى السيتياسيون المواقف الجزء اللي بيليه اللي هو قلنا دو كيستيون ممكن يقول لك كي بار لاكي نتحدث الى من او بوتون توندر سفراز اي نسمع هذه الجمل او او بوتون لير اين نقرا هذه الجمل او السؤال الاخير الريبريك ده بيجي لي منه سؤالين ب 10 درجات ثم السؤال اللي هو يعتبر الرابع اللي هو سؤال الجرامير عليه 8. 8 درجات ال 8 درجات عباره عن كله شوازي تعال نناقش في الكلام ده الجزء الاخير يا اما عباره عن اللي هو الثمان درجات الاخيره منهم ثلاث درجات عباره عن اللي هو يا اما كومبليت سؤال كومبليت اكمل او يجي لي ديالوج complete ديالوج اكمله او يجي لي عباره عن دخل كلمه في جمله اللي هي في انفراز او في انفراز افيك امو يكون الجزء الاخير اللي هو عباره عن اللي هو يا اما لاتري يا اما ارتيكل يا اما اي موضوع هتكتبه انت بايدك وخلي بالك الجزء الأخير يصحح بتدقيق إملائي يعني إيه؟ هذا الموضوع يترك للمدرس وللطالب الطالب بيكتب الموضوع وأنا كمدرس بمسك البابية أمسك أحللها هل ولد كاتب صح؟ فعشان كده أرجو من حضراتكم كل الطلبة بلا سناء سواء كان حافظ مواضيع سواء كان بيكتب بأسلوبه يراجع مع المسيو بتاعه أو يراجع في كتاب بتاعه المدرسي أو كده ويشوف هو صح ولا غلط النهاردة هنتخيل إن القطعة دي جات لنا كده في الامتحان. النهارده بنتكلم على محمد صلاح. القطعة بتتكلم على محمد صلاح اللي هو لو جوور لو جوور كي جو ماطنون فين او كلوب فرونتينا اون ايتالي شوف مع بعض كده القطعة بيقول لو ستار ايجيبسيان محمد صلاح اللي هو النجم المصري محمد صلاح لو بروفيسيونيل اكتويل دي كلوب فرونتينا المحترف الحالي في نادي فرونتينا اون ايتالي في ايطاليا. إلي le plus célèbre en Europe est -ce il a une après avoir gagné ou quelques matchs pour son équipe pour son équipe actuelle Frontina. et là, il a commencé son jeu et là, il a commencé son jeu match pour quelques professionnels au club Pal en Suisse. لعب في بدايته فينها لنادي نادي بالفين في سويس في سويسرا الى غومبورتي لو جولدن بلاير هو حصل على لو بري جائزه جولدن بلاير كوم ميور جوور كاحسن لاعب دو لا ليغ لا ليغ سويس بور لا سيزون اون 2012-2013 حصل على جائزه احسن لاعب بالنسبه لبطوله بطوله سويسرا سنه كام 2012 2013 Mohamed Salah est né en 15 juin, en 15 juin, 1992, 1990, dans un village Negrad. à Tanta, Tanta. Au club PAL, en Suisse, il a joué dans le centre de Il a joué dans le centre de l'île droite. Hwa laib, hwa laib, او بدا لعبه كجناح ايمن في نادي في نادي السويسري اي لاتاكون فرون وكمان مهاجم صريح اوسي ايضا اكومونسي سا سافيو كلوب بدا حياته اللعب في المقاولين العرب اون ايجيبت في مصر اون سويت بعد ذلك سيني او كلوب سويس دي بال بعد كده وقع لنادي السويسري بال أن كونترا بور une période de 4 ans. Les quatre années. Grâce à son jeu Salah a aidé son équipe de remporter le titre de la saison de la saison 2012. 2012. Il a participé avec son équipe Chelsea dans quelques matchs mais son entraîneur Moreno ne l'aide pas de réaliser ses rêves. ان انجلترا. نعيد تاني. إل باغتيسيبي هو شارك افيك سون اوكيب تشيلسي يعني شارك مع نادي تشيلسي لكي دونك ماتش في بعض المباريات لكن المدرب بتاعه ما ساعدوش دو رياليزي سي غاف انه يحقق احلامه ان انجلترا في انجلترا. مي لو كلوب فرونتينا ايطاليان لكن نادي فرونتينا الايطالي ا سوغتي سي تالون اخرج المواهب بتاعته. au monde de football, لعالم كرة القدم. صلاح افي لا جوا. صلاح انتابه الفرحة، كار سافوتو إيديفيني على اون دو جورنو إيدي ماجازين. لأن صورته كانت موجودة في أكثر في الصفحة الأولى في كل الصحف والمجلات اون في إيطاليا. أنا اللي قلت الكلام ده؟ نو. لو بروجري ايجيبسيان التقدم المصري ميركوردي الأربع 25 مارس 2015 هذه يا جماعة القطعة حللناها كلمة كلمة. نبدأ بقى في الأسئلة في الكيستيون اللي هنقدمها يا جماعة كده مع بعض، نشوف مع بعض أول سؤال. أول سؤال: شويزي لو بون جروب دابري لو كومون. اختار الإجابة الصحيحة حسب الوثيقة. لو بروجري ايجبسيان، التقدم المصري، إيتان جورنال. ها؟ هل هو إيبدومادور ولا كوتيديان ولا منسيال؟ الكلام ده قلنا كتير. التقدم المصري دي جريدة مالها ها؟ رقم بي، كوتيديان، يومي، رقم بي. تاني جملة صلاح إني صلاح اتولد دون في ان فيلاج ان فيل ان سيتي اتولد فين؟ ها دان ان فيلاج في قرية رقم أ ثالث جملة صلاح أرومبورتي لو بري جولدن بلاير أون صلاح حصل على جائزة جولدن بلاير أفضل لاعب فين؟ ها نيميرو أ أون سويس في سويسرا لونترينير أكتيال دو تشيلسي المدرب الحالي لتشيلسا ايه بيكون هل هو صلاح مورينو غريادو طبعا مين يا جماعه قلنا مورينو خامس جمله صلاح افي افي aidé سون كوب البال دو رومبورتي لا ليغ سويس 1. صلاح ساعد فريقه ان يفوز بالليغ سويس الدوري السويسري في 2012 2013 2014 انا واحده ها نيميرو ا 2012 2000 وكام 2012 اعتقد انا عاوز كل طالب يحل الاول وبعد كده هيبقى كده هي... هيغير الى شونجي ليكران هيحل الاجابه بعد كده بس ما بشوفش لما نحل الاول السؤال اللي بعد كده يا جماعه اللي هو فري لو كلوب فرونتينا اي لان دو كلوب لو بلي سيليبر ان نادي فرونتينا هو واحد من اكبر الانديه في انجلترا faux. Salah a aidé son équipe frontina de prendre, de perdre beaucoup de matchs. Enrichar Casimberte, c'est quand même d'un fou, galote. Talid Gomla, au début de sa vie, fait date حياته. Il a joué pour l'équipe El Moulina l'Arab. C'est vrai. Fait date حياته. Il a joué au Nadi El Moulina l'Arab. 4. Salah était triste à cause de sa foutue alliance de journaux italiens. صلاح كان حزين بسبب صورته في كل الجرائد الإيطالية الكلام ده غلط. خمسة سيت أرتيكل اي أرتيكل أو جورنال أون 25 مارس 2015 سي فري شوف كده الريبونس الإجابة يا جماعة كده أظن الريبونس واضحة قدامك قدامك على الشاشة أنا جملة جملة بترجمها عشان أساعد الطالب يفهم كويس يعني موديل دي ريبونس السؤال اللي بعده يا جماعه ناتي بعد كده عندنا بقى اللي هو سيتياسيون المواقف اون فرونسي احنا اتفقنا الحمد لله الامتحان كله بقى كله شوازي اختياري بس نركز اول جمله تي دوا اتر نقط بور ايفيتي لي يجب عليك ان تكون نقط لكي تتجنب الحوادث هل هي بريدون ولا ام بريدون ولا انديفيرون يجب عليك ان تكون الاوانيه بريدون يعني بريدون حذر الثانيه ام بريدون متهور الثالثه انديفيرون لا يبالي رقم اتنين تو ادريس ان كونسي اتونامي كيا مال دو ماشي انت بتوجه نصيحتك لصديقك اللي عنده كيا دو مال بيجي صعب في المشي هنقول ها بص كده في الثلاث اجابات التالتة اتا بلاس جي كونسلت ان دكتور لو كنت مكانك كنت استشرت الطبيب نيميرو تروى تي جي او تي علي على جار انت عاوز تروح المحطه تي او شوفور هتقول للسواق في هنا يا جماعه اجابتين خلي بالكم انا لما حطيت السؤال ده كان المفروض اشيل واحده بس طبعا في واحده اقوى اللي هي نيميرو اه الاوانية بوري فو مو كوندوير على جار هل ممكن حضرتك توصلني الم... توصلني باردون على جار المحطه ده جيش طبعا بس الاقوى لغويا هي الاولى طيب الثانيه صمخ ان بو بس سيبكم لو مش موجوده الاولانيه اخد الثانيه اقول لا جاكسر بلاي المحطه لو سمحت طيب رقم أربعة تي دي موند اتون انتركاتور بتطلب من المحدث المتحدث بتاعك او تليفون دوني با كيتي ما يغادرش اللي هو الايه التليفون تلويات تقول له هتقول له ايه اه ولا بي ولا سي تقول له لا الاولى باسيونتي انستون يعني انتظر باسيونتي باسيونتي انستون انتظر لحظه حضراتكم الإجابات أظن واضحة على الشاشة عشان برضو تتابعني وتبقى بتعمل إيه. السؤال حضراتكم اللي بعده. السؤال الأول كي بي دير كي بي دير لي من يقول الجملة مين يقولها يا جماعة؟ أول جملة جي بيردي جي بيردي ما فيو إليا ما نيسونس أن ميديسان أن أم أفيغل أن أشيتور أنا فقدت نظري منذ طفولتي ده مين ده يا جماعة؟ أن أفيغل رجل أعمى تاني جمله جي ريسو تروي بري غراس ا مون ديرنيي فيتون اكتر فاكتور انا استلمت ثلاث جوائز بفضل مسلسل الاخير ده من ده اكتور ممثل تقيمه فاكتور اللي عاوز يعرف فاكتور معناه ساعي بريد ثالث جمله فوتر بيرمي دي كوندوير فوجافي بريلي لو فو رخصه قيادتك حضرتك كسرت الاشاره من ان اجون دو ترافيك شرطي مرور الاوانيه ان اجون دي بوليس او اجون دو ترافيك شرطي مرور طبعا الاخير يا جماعه غلط ان باسون عابر واحد بيعبر الشارع او مر ميكانيسيا طبعا ما ينفعش رابع جمله الي تيغي فوزالي جالي ماركي ان بيت فورميدابل الي اذهب تيغي يعني احرز هات جون هجيب هدف رائع او جبت هدف رائع ده مين ده؟ اونترنور اربيتر ان كوزمونوت طبعا مين ها؟ اونترنور المدرب طبعا عربية الحكم غلط وكوزمونوت رائد فضاء غلط ديبوي كون ديبوي كون فوزيكريفي فو دوفوار من امتى تكتب واجباتك؟ منذ متى؟ ان جورناليست، ايمار، ان يقريفا. ها مين يا جماعة؟ ان مار الأم السؤال اللي بعده ريبريك ابو بالجريدة في دي فير حوادث Sport, politique Le Président russe a visité l'Égypte il y a deux jours. Le Président russe, le César russe, a visité c'est ça, la Quand, 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 en 2015, la Côte d'Ivoire pite la graine en finale autour du but الكون او كاس الامم الافريقيه على طول وساحل العاج فاز على ده عباره عن ايه ها؟ ده عباره عن اسبوع رياضه. اسكوربيون نفيت با نفيت با دو بروجي سي سوبمان طب اسكوربيون برج ايه ده؟ برج العقرب اه ما تعملش مشاريع الاسبوع ده ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن اوروسكوب. رابع جمله لا شوت لا شوت باردون دي بري دي بترول بترول ده عباره عن ها؟ سقوط او هنا نزول اسعار البترول ده عباره عن يا جماعه ايكونوميك صد السؤال الخامس اكسبلوزيون دي دو غاز انفجار قنبله قنبله من الغاز ده عباره عن ايه في اللي هي احداث متنوعه او حدث ناتي للجرامير ونتناقش فيه بقى شويه كده نتناقش في الجرامير بازا با خطوه بخطوه احنا شرحنا قبل كده الجرامير وقلناه وان شاء الله باذن الله قبل ان شاء الله الامتحانات هنعمل حلقه خاصه بس بالجرامير برضه بس نظام كله شوازي زي ما نشوف كده قدامك على الشاشه عشان برضه الطالب يبقى مقتنع هو بيعمل ايه. اول حاجه النهارده ال يجب عليك ان تي نقط لو ماتش كالراجل قاعده ايه يا جماعه دي؟ ال ها ده سبجونتيف مضارع الشك سبجونتيف بريزون مضارع الشك ايه مضارع الشك ده؟ باخد الفيرب اللي هو بعد كو يصرف الاول مع الى فيك اس احذف الى فيك اس تي وبنضيف نهايات مضارع الشك عامله زي البريمي جروب المجموعه الاولى ما عدا الفو انه بتاخد اي او اس انه بتاخد اي زد طيب نشوف مع بعض كده الفوكوتو اول واحده الفوكوتو غاني وي غاني ولا غاني ولا غانيغا طالع الأو... الأو... الأواني الاولانيه غاني بريزون مضارع شك ثاني جمله إيار النقط نو ا توت لا امس كانت نقط طول النهار بلا توقف اخو بلوف pleuvra pluvé الجملة تدل على ايه يا جماعة؟ على ديسكريبسيون الوصف يبقى انهي واحدة؟ الأخيرة بلوفي أمس كانت بتمطر طول النهار بلا توقف. رقم 4 أربعة إلز باردون ثلاثة باردون إلزون نقط لا سواغي شي موا إلزون ده زمن الباسيه ما احنا قلنا يا إما إلزون يا إما إلسون ابص على الفيرب هل هذا الفيرب مع اتر ولا مع افوار طبعا مش هختار غير اللي في النص الزوم باسي لا سواري هم قضوا السهره شي في بيتي شي عندي او في منزلي لكن لو كنت يا جماعه تكون مثلا اقول ايه الزوم مروا ده حاجه تانية لكن هنا دايما بص بص دايما على الجمله هم قضوا السهره يبقى طبعا ما ينفعش تبقى جايه مع مين مع افوار جايه مع اتر اللي بعده نيميرو 4 نقط نقط نكمي نكمي دو كريم أساس سيمين او ست ميزون لم يرتكب جريمه في هذا المنزل طب اقول ابدا بيرسون ريان ها بالعقل بيرسون يعني بيرسون لا احد بيرسون نكمي دو كريم ست سمان. لا احد ارتكب هذا هذه الجريمه في هذا المنزل بردون اسيت ميزون Voilà, voilà mes chemises, haye <t 'en> chemisani. Je n'ai pas mises beaucoup de fois. Tabda complement ya direct ou indirect? un complément direct. Maf'oul mubasher, akhod la? Lay, telephon nass. Tani, voilà mes chemises, je les ai mises beaucoup de fois. Numéro 6. Hier, je suis allé au restaurant. Embareh ana ruht mat'am. On n'a de poisson. Manger. Mangeons. Mangon. دي قاعدة إيه؟ بارسيب بريزون اسم الفاعل. اسم الفاعل زي ما احنا قلنا قبل كده بناخد الفيرب الثاني نصرف الأول مع النو نحذف النو الأوناس ونحط نهاية الترمينيزون يا جماعة اللي هي أي إن تي. طبعا اللي في النص لأن فيرب مونجي مع النو بياخد أو أو أناس سابع جملة نقط إيه سون بروفيسور. إيه ده؟ نقط يكون مدرسه. كومون اسك كيل اس نو كومون كومون اي سون بروفيسور كيف شكل المدرس بتاعه كومون اي سون بروفيسور دايما كومون بيدل عليه يا جماعه على اللي هو طبعا الديسكريبسيون الوصف او الاسم او الحال او صفه او الكلام من ده السؤال الاخير السؤال الاخير سي السور sera نو لو هو خرج معانا قاعده سي النقط كونتون انهي واحده على الفيرب الاول بعد سي لو كان في البريزون يبقى التاني يكون في الفيوتور سامبل لو كان الفعل الاول في البريزون وفي الجمله الثانيه مفيش فاعل يبقى امبيراتيف لو الجمله الاولانيه بعد سي في لامبارفي يبقى التاني في الكونديشنال طبعا عندك هنا الجمله الاولانيه بريزون مفيش غير سيغا ده في زمن يا جماعه؟ في الفيوتور سامبل ناتي للجزء اللي بعده نحط بقى الكلمات في جمل افوار ليو معنى يحدث او يقع او يعقد جغاصه بفضل إتري كونتون دو يكون مصور بن لو قلبت كده الاكران الشاشه هتبص تلاقي موجود عندك من اهم الجمل وخلي بالكم لازم احفظها واكتبها وتكتب جيدا عشان ما يحصلش بروبلام وما نستهترش بادخال الكلمه في جمله كويس جدا اول جمله عندك لاكسيدون ا انا خدت الفيرب افوار صرفته الحادثه ا وقعت دي ما قدام بيتي تاني جملة جي ريوسي أليكزاما أنا نجحت في الامتحان حاجة إيجابية جيغاسا ديو فضل الله جيغاسا مون بروفيسور فضل مدرسي وهكذا تالت جملة هي اتري كونتون دو جو سوي كونتون دو أون إيجيبت أنا سعيد إن شفتك في مصر يبقى كده يا جماعة ده شكل الفورم بتاع الامتحان طبعا أنا بسيب الموضوع للطالب يتميز فيه ويكتبه وأنا مستعد لو حضراتكم بعتوا على نفس الميل بتاع كايرو دار أنتظر إجابتكم وأعملوا لكم في شأنية بابير إن شاء الله قريبا هنزلكم كل الموضوعات كلها إن شاء الله مجابة ومترجمة بإذن الله مرة واحدة